عندنا خبر تاني كمان متعلق بالدكتور أشرف صبحي، اللي الحقيقة نقدر نقول ان هو مش بيسيب اي حاجة كبيرة ولا صغيرة الا ما بيتابعها بنفسه. قبل ما يتوجه امبارح لاستاد القاهرة لحضور مباراة الاهلي وامبي، كان حريص على متابعة الاجتماع التنسيقي لاقامة مهرجان وحشتونا لذوي القدرات الخاصة، واللي مقرر اقامته في شهر اكتوبر الجاي ان شاء الله. المفروض ان المهرجان ده كان متأجل من مارس اللي فات بسبب انتشار فيروس كورونا، والاحتفالية دي الهدف الاساسي منها هو تفعيل دور اولادنا في نشر روح التفاؤل والايجابية بعد جائحة كورونا، وكمان بتروج سياحيا وثقافيا لمصر، وبتروج لعودة الحياة لطبيعتها مرة تانية خصوصا بعد عودة النشاط الرياضي. الحقيقة لازم تتقال ان سيادة الوزير طول الوقت بيشارك في كل الفعاليات وفي كل الأنشطة الرياضية، ويمكن برنامجنا كمان كان ليه لقاء مع السيد الوزير أشرف صبحي خلال مشاركته في ماراثون دركتك منعتك. خلونا ناخد فكرة النهارده. يمكن دي فعاليه من ضمن فعاليات المبادره الكبيره درجتك صحتك درجتك مناعتك. درجتك مناعتك هي فعلا الدور والتاثير الكبير جدا. استخدام الدراجه او الجري لمده نص ساعه كفيل ان هو يعمل عمليه حرق للدهون او فات بيرن، كفيل ان هو يزود قدره الجهاز الدوري التنفسي ومقدار يعني الدفع القلبي والحركه الداخليه للجسم، اللي اكيد بتزود المناعه بشكل كبير جدا. لكن الاستدامه شيء مهم جدا. لو النهارده حدث ايفنت، لكن حدث ايفنت مرتبط بمبادره كبيره، يمكن دايما تفضل الرئيس بيدعم وبيتكلم على اهميه الرياضه واهميه التغذيه السليمه، يعني دي الصحه العامه في الحقيقه. مبادرتنا مبادره دراجتك صحتك مهمه جدا. احنا بنطرح دراجه هي مدعمه، بنشجع الشباب على ان هو يكون ده اسلوب حياه، يعني نتمنى ان يكون في كل بيت دراجه واثنين. ده بيوفر جانب اقتصادي، ما بيحتاجش طاقه، ما بيحتاجش حاجه. كمان يعني اروح المدرسه، اروح الجامعه، اروح شغل اللي جنب يعني او قريب مني اقدر اروحه. كمان الانتظام في الرياضه ده هدف كبير جدا. احنا مستمرين. يمكن الدفعه الثانيه احنا عملنا تجريب حقيقه. الدفعة الأولى كانت 1400 كلها أونلاين لا تدخل بشري، والدفعة الثانية 1400 احنا يعني بنقيس في الدفعتين. كل ما بنفتح بيبقى في أرقام كتيرة جدا، بشكر وده يعني شيء مهم جدا. ونقول يعني اللي دخل وما يعني السيستم قفل عشان ال 1400 خلص بسرعة، لكن ده مؤشر قوي جدا بيدينا الدعم والدفعة ان احنا نكمل تاني هذه المبادرة وعلى طول، وهتفضل الدراجة مدعمة. احنا مع الهيئة العربية للتصنيع ومع الانتاج الحربي بيتصنع بيتجمع في مصر، نستمر على طول بإذن الله. وبندعم كل الشباب. كمان هنروح لمراحل تانية من الدراجات، هنطرح بعد كده ان شاء الله دراجة فيها جزء من الباور بتشحن وتمشي تبدل وتمشي المساحة المسافة. عندنا جزء كبير من التطوير، وهنفضل داعمين الدراجة. والنهاردة الإيفنت يعني حدث بيشجع ركوب الدراجات. احنا النهاردة موجودين. انا من شوية كنت بتكلم وبقول حاجة، يعني بسأل عنكم وبجاوب عنكم شوية. انا بهني المنظومة الرياضية المصرية وبهني منظومة الكرة المصرية، لان الرياضة دي مهمة جدا. لو احنا بنتكلم النهاردة عن الرياضة والتنمية والصحية والصحة، استجابة يعني مبشرة، استجابة غير طبيعية. في وعي كبير جدا للشباب دلوقتي. يعني احنا في برامجنا في علوم الرياضة بندرس ونقول في حاجة اسمها ليجر تايم. ليجر تايم وقت الفراغ. وقت الفراغ ازاي يستثمر بشكل طيب بدل ما نستثمره في التدخين او الجلسات في اماكن غير لائقه. لا، احنا بنستثمره انك انت تبني صحتك، قوامك يكون بشكل سليم، تقدر تواجه الصعاب بتاعتك. كمان يعني فخامه الرئيس لما قال الرياضه امن قومي، نعم امن قومي، لان صحه الشاب وبنيانه القوي هو دفاع عن نفسه ودفاع عن وطنه، يقدر يشتغل، يقدر يعني يعمل دخل. دي كلها حاجات احنا مهتمين بيها جدا جدا. عشان كده يمكن من فترة واحنا بادئين في ان احنا نقول انزل واجري، دي مبادرة ومحافظات مصر كلها. يعني عملنا بعض التجارب ان احنا حددنا في الفترات الاولى كل يوم سبت الساعة 9 صباحا كل محافظات مصر بتجري في نفس التوقيت. يا دوبك فتحنا امبارح تلت ساعة كان ال 1400 خلصوا.